ورجعت لكم بعد الفاصل وخلصنا مع بعض الفراخ سويناها وعملنا صوص البيتزا البيتي وعملنا عجينة البيتزا كمان. انا العجينة دي قعدت معايا تلت ساعة بس خمرت كده بالطريقة بتاعت الماء المغلية، هتسيبوها ساعة هتلاقوها بقت قد كده وخمرانة اكتر وهشة اكتر كمان، فانا حباكم تعملوا الطريقة دي وجربوها من غير اي فرن، هتعجبكم جدا. فكرة البولتين اللي فوق بعض، الماء المغلية مع البيتزا فوق، هتعجبكم جدا جدا وتطلع لكم العجينة هشة جدا. نيجي بقى لأحلى جزء في حلقة البيتزا، رص البيتزا بقى نفسها، ازاي نفرد البيتزا وتطلع حلوة قوي. هنحط دقيق هنا على رخامة او على خشبة على ايا كان هتفرده على ايه، وهحط برضو على العجينة كده دقيق وابتدي افردها كده بطريقة دائرية بالراحة جدا جدا. بص ما بتلزقش خالص في ايدي، يبقى كده مقدار المية مع المواد الجافة مظبوط. لو لزقت معاكم يبقى كده المقدار بتاعكم فيه حاجة مش مظبوطة، لازم تكونوا مركزين في ده. المهم ان هي ما تلزقش خالص في ايديكم. ابتدي بقى دلوقتي افرد كده بالراحه زي ما انتوا شايفين، بتتفرد معايا بسهوله وطريه وناعمه وكل حاجه. نشمر بس كده عشان ايه نعرف نفرد براحتنا. والطريقة دي بقى بجد بتطلعها زي بتاعت برا، هوريكم شكلها. انا كمان عملت نسخة عشان اوريكم شكلها، تعجبكم جدا بقى. اهي افردها كده، عايزة افردها ازيد علشان كمان انا هعملها ستافت كراست اللي هي محشية من الاطراف، فعايزاها تكون كافية ان انا اقدر اعمل بيها كمان سور من الجبنة في الجناب. حلو قوي كده. لما العجينة بتكون معمولة صح بتتفرد بسهولة ومبتلزقش زي ما انتوا شايفين، عمالة هي بتمط معايا من غير اي صعوبة، مفيش اي تلزيق في اي حاجة كده. انا العجينة بتاعتي مظبوطة جدا. افرد كده فيها وابتدي اخدها بقى وابتدي اشكل دلوقتي معاكم شكل البيتزا اللي بالفراخ هيكون عامل ازاي. عندي دلوقتي صينية فرن ألمنيوم أو أي صينية أنتوا حابين تدخلوا فيها البيتزا، بس لازم يكون سورها مش عالي قوي عشان لما نيجي ننزلها ما تكسرش معانا البيتزا تقسمها نصين، لازم السور يكون ده آخره، علشان لو عالي قوي، لو اللي هي عالية زي بتاعة البشاميل مثلا هتيجوا تطلعوها هتروح قاسمة البيتزا، فلازم السور يكون واطي. هاخد العجينة بكل بساطة اهي طالعة تحفة زي ما أنتوا شايفين، وابتدي أنزلها كده وأنا قصدة إن هي تكون طالعة كده لبرة، الأسوار بتاعتها طالعة لبرة كده، فرغ الهواء اللي فيها. وابتدي أعمل إيه بقى دلوقتي، هاخد كده عندي، هاخد الجبنة الأول أحطها كده في الأطراف. معايا دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. ازيك يا شيف نورة؟ ازيك يا دكتور عامل إيه؟ ازيك اخبار الباربيكيو النهارده؟ انا عامله بيتزا النهارده. عامله بيتزا النهارده؟ اه ولبسي اتبهدل من العجينه. تسلم ايدك والله على كل حاجه بتعمليها ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي. ربنا يخليك يا رب. قولي يا دكتور، المطبخ دايما لازم يبقى فيه تجديد وابتكار، حاجات مختلفه صح؟ اه طبعا، حاجات تفاصيل صغيره كده الناس بتضيفها بتغير مذاق الاكل وتحس ان انت عملت حاجه جديده، ده شيء يعني كويس جدا، بيفرق يعني في النفسيه طبعا. صح طبعا بيفرق حاجات كتير، اي حاجه بصي اي حاجه كده بنديها سنس الابتكار او ان احنا بنخترع فيها بطريقه معينه بتدينا احساس جديد وفي نوع من انواع البهجه طبعا. ما كل الناس مثلا ممكن بتعمل اكل، بس في حد بيبقى مميز لان هو بيستخدم او بيبتكر حاجات مميزه والتجربه مفيده جدا. يعني الناس دايما لما بتجرب اكتر كل ما بيكون عندها مساحه اكتر لاكتشاف حاجات كتير في الحياه. ايوه اغلب الناس اللي واقفين مكانهم او مش بيجربوا او خايفين من التجربه او الابتكار بيخافوا، فالناس دي ما بتتقدمش، الناس دي ما بتعملش حاجه جديده في حياتها، الناس دي بتبقى متعوده على بعض الحاجات كده، فده بنسميه في الصحه النفسيه الروتين الممل اللي بيقتل فرحة أي حاجة موجودة في الدنيا. أيوة صح. لكن لما نبتكر يعني مثلا ممكن يمكن نضيف حاجات بسيطة زي مثلا في الأكل في الحياة في الدنيا عموما، ده بيدينا نوع من أنواع البهجة
ان احنا بنكتشف طرق جديده ان احنا بنقدر نكمل في حياتنا، وده بيخلينا ان احنا كل يوم نعرف ايه الجديد في الدنيا. ايوه اكيد ان احنا نكمل. قول لي يا دكتور، طيب تنصح الناس بايه يعني يعملوا ايه علشان تفضل نفسيتهم دايما مبتهجه وما فيهاش ملل؟ عشان الناس دلوقتي كمان بسبب الضغوطات والحياه بقت مش سهله يعني. تمام. فالناس كلها اغلبيه الوقت عندها اكتئاب دلوقتي. طبعا اول حاجه ان هم يسمعوا البرنامج بتاعك ويستفادوا طبعا بالحاجات الجميله اللي انت بتعمليها. ميرسي يا دكتور، ده هيعود طبعا عليهم بالفرحه. الحاجه الثانيه كمان، انا عايز الناس ما تقفش عند نقطه معينه، انا عايز الناس ما تستسلمش، انا عايز الناس تعمل كل يوم حاجه جديده، تطلع من الروتين الممل بتاع الحياه. عايز كل حد عنده موهبه او عنده حاجه هو بيحبها بيعملها يكتشف كل يوم فيها حاجه جديده عشان يقدر يعدي الدنيا. عايز الناس، في ناس يقول لك احنا بنزعل او بنستسلم للزعل، الاستسلام للزعل بيموت الروح، بيطفي الملامح طبعا، بيخليك ميت اكلينيكيا في الدنيا. اه ماشي ازعل بس ما تديش للزعل مساحه، بيجيب طبعا امراض عضويه كتير غير طبعا الامراض النفسيه. ازعل عادي بس ما تديش الوقت الكبير جدا للزعل، لان الزعل او الاكتئاب ممكن يخطفك من حاله البهجه او من الدنيا ويخطفك في دنيا ثانيه، دنيا كلها فيها فقدان للشغف، دنيا فيها عزلة، دنيا ما فيهاش استمتاع بالدنيا. ربنا قال لنا استمتعوا على قد ما تقدروا. فانت طول ما انت بتكتشف وبتغير الروتين وبتعمل كل يوم حاجة جديدة وبتدور على حاجات بتضيف لك بهجة وإيجابية، انت هتقدر تطلع من أي حالة. ما تستسلمش للزعل كتير جدا، اعرف ان صحتك النفسية والعضوية هي دي من الأساسيات والمقومات. حاجة مهمة كمان، لما يكون عندك حاجة أو انت ناقصك حاجة، قبل ما تفكر في الحاجة اللي ناقصاك أو الحاجة اللي أنت محتاجها، فكر في النعم الإيجابية اللي موجودة عندك وابدأ عدها، وخلي ما تقارنش نفسك بغيرك. ما ينفعش، لأن كل إنسان عنده فروق فردية وكل إنسان عنده قدرات. أنا ممكن أبص لحد أعلى مني كطموح وكقدوة، بس ما ينفعش إن أنا أقارن نفسي، لأن ربنا بيدي كل إنسان في الدنيا مقدار لحاجات معينة. يعني ربنا موسع الأرزاق، يعني أنا في حد بيبقى رزقه فلوس، حد رزقه صحة، حد رزقه أولاد، حد رزقه بصي. يعني هي الدنيا كده، احنا بنتقبلها وبنعيشها بالطبيعة اللي ربنا كتبها لنا. غير ده كله بقى، ان احنا لازم نحط خلطة الرضا، الرضا ان احنا نرضى. يعني لما هنرضى هنحس بالقليل جدا. بشكرك جدا يا دكتور، بشكرك ربنا جدا، يخليك. بشكرك على معلوماتك وعلى ذوقك، بشكرك على المعلومات المفيدة جدا، ودايما بتضيف لنا كده احساس بالرضا وبالراحة النفسية. بشكرك جدا يا دكتور، ميرسي، شكرا. دلوقتي بقى احنا عملنا ايه؟ وانا بتكلم انا والدكتور، فررت العجينة كلها الاول، بعدين اخدتها عملت على الاحرف كلها جبنة ميكس تشيز او موتزاريلا، او ممكن تجيبوا صوابع الموتزاريلا الجاهزة، بتبقى صوابع عاملة زي الصوابع كده تتلف بدل ما تحطوا جبنة. بعدين السور اللي كان بره ده غطيته كده قفلته، بعدين قعدت اعمل بايدي كده كاني بعمل سور، وبعدين جبت السكينه عملت لي شكل زي ما انتم شايفين اللي هو الستافت كراست ده، الاحرف اللي محشيه جبنه. وبعدين جبت السكينه او شوكه وخرمت كده العجينه عشان اطلع الهواء اللي فيها. بعدين حطيت جزء من طبقه الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي كانت عباره عن ايه، ثوم وشوحناه مع زعتر مع شويه زيت، وبعدين قلنا ممكن زيت زيتون، بعدين دنيله معلقتين من الصلصة الجاهزة، وبعدين سبناهم يتسبكوا، وبعدين حطينا عليهم باقي الصلصة والملح والسكر والفلفل الاسود. غلت غلوة واحدة وسبناها تبرد عشان احطها. ودلوقتي بقى هحط ايه؟ هحط التشيز. في ناس بقى بتحب تحط جبنة رومي، في ناس بتحب تحط جبنة تشيدر، في ناس بتحب ميكس التشيز. بالذات الجبنة دي حاجة بقى بجد اختيارية جدا، مفيش ليها حاجة اقدر اقولها لكم لازم تعملوها. العجينة لازم تعملوها بالطريقة دي عشان تطلع صح، لكن الجبنة دي حاجة براحتكم جدا، شوفوا انتوا بتحبوا ايه واعملوه. انا بقى حاطة الفراخ بتاعتي كده على الوش. بصوا البيتزا زي بتاعت برة بجد، ما خدتش وقت معايا، والعجينة طلع هشة وتفردت معايا بسهولة وجميلة جدا. ابتدي بقى دلوقتي اديها كده على الوش كم رشة صلصة كده، واديها كمان رشة زعتر عشان تبقى تليانه خالص كده. بدي بقى للأحرف دي عشان تبقى طعمها حلو ومقرمشة زيت،
البيتزا الجميلة دي بتدخل على 180 فرن سخن لمدة 20 دقيقة قبل ما تدخلوا البيتزا، لازم يبقى سخن جدا لمدة 30 دقيقة، وآخر 5 دقايق بتدخل تحت الشواية عشان الجبنة تسيح، نقلل بقى الحرارة وتدخل تحت الشواية عشان الجبنة تاخد وش. مش حابين تشغلوا الشواية خالص، سيبوها 35 دقيقة في درجة الحرارة اللي أنا قلتها لكم 180، بتاخد ما بين 25 ل 30 دقيقة.